ان شاء الله كاين عمل تلفزيوني في رمضان هو اللي كاين بو لانستون، واحد السلسله سميتها نهار مبروك دونك هي اللي كاينه ان شاء الله في القناه الاولى. انا ما مشيتش نقرا، انا كانت غير فورماسيون مشيت دوزتها ومازال واحد الترونش اخر. هو انت اللي كتختار شنو فيما عطيتي راه كتاخذ لي ريزولتا زوينه، عطيتي هنا راه كتاخذ هنا، عطيتي لي كتاخذ لي دونك انت سا دي بوين يعني على الجهد ديالك شنو كدير. في المسارح دوزت تجربه مؤخره مع واحد الفرقه مسرحيه في الرباط، كنوجدوا لواحد العرض مسرحي وكاين العرض ديالي ان شاء الله اللي غيكون في رمضان نهار 17 رمضان في الرباط ضمن واحد الفيستيفال اللي سميتو اجي تهضم مع لي زانكاليفيابل، دونك غيكون لافون بروميير ديال الشو ديالي الجديد ان شاء الله. نقول لك هو الجمهور هو اللي غيعطي التقييم ديال رمضان، واش كيضحكوا فيه ولا ما كيضحكوش. انا كنقول كاين اجتهاد، كاين عمل دخل، كاين دي سيناريو اللي مشاو كيتحسنوا، كاين حتى الجوده في الصوره والاخراج، كيبقى دائما الحكم هو الجمهور هو اللي كيحدد فريمون واش الاعمال كتضحك ولا ما كتضحك. انا كرأي ديالي كنشوف باللي راه يعني كاين تحسن وكاين الضحك غادي وكيتحسن في المغرب.